أهلا بكم إلى موجز بأهم الأنباء. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يؤكد حرص السودان على إكمال الربط الكهربائي مع دولة مصر. نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي يزور مقر السفارة السودانية بنيروبي ويلتقي أعضاء البعثة. الخرطوم تعلن عطلة رسمية في جميع المدارس الحكومية والخاصة اعتبارا من اليوم وحتى 26 من الشهر الجاري. المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يستبعد نجاح مساعي الكتلة الديمقراطية بتحريك الشارع ضد الاتفاق الإطاري. ديوان زكاة الاتحادي يسير قافلة مساعدات للمتضررين من الأحداث التي شهدتها مناطق شمال وشرق محلية بليل. نادي الهلال يعلن تسجيل لاعب وسط فريق الأهلي مروي طلال عادل لمدة 5 أعوام. بريطانيا واليابان تعتزمان توقيع اتفاقية دفاعية تسمح بنشر متبادل للقوات على أراضيهما. نهاية الموجز، في أمان الله. 106.6 أسمع وشوف الحياة.